دلوقتي ضيفنا احد ابطال حرب اكتوبر. لما نيجي نتكلم على التحديات اللي بتحاك لمصر، زي ما كان في تحدي كبير اسمه حرب وانتصار على اسرائيل، دلوقتي في تحديات عظمى بتحاك للدوله المصريه. القدوه بتاعتنا بقى في التحديات اللي احنا بنواجهها وبنخوضها دلوقتي وبفضل ربنا سبحانه وتعالى بننتصر عليها، هم ابطالنا ابطال حرب اكتوبر. عشان كده احنا بنقول ان مش بس لازم تقتصر الاحتفالات في شهر اكتوبر او في المناسبه دي، لا ده احنا لازم ان احنا نحيي هذه الاحتفالات طول ايام السنه. وانا واحد من الاعلاميين اللي بعت حضراتكم من دم ربنا سبحانه وتعالى، لازم بين الوقت والاخر افكر حضراتكم بهذا النصر العظيم، يكون ضيوفنا في هذا المنبر الاعلامي احد ابطال حرب عشان يذكروا الاجيال اللي جايه والاجيال الحاليه يعني ايه كانت حرب اكتوبر، الدروس المستفاده من هذه الحرب، ومش بس المصريين بيفخروا بيها ولكن الوطن العربي برمتي وباكمله بيفخر بحرب اكتوبر، وكان نموذج للترابط واللحمه العربيه والقوميه العربيه المثلى، واللي احنا حابين نشوفها بعد كده بشكل كبير زي ما شفناها ابان حرب اكتوبر المجيده. ارحب بضيف اللي مشرفني في هذه الفقره وبديله تحيه اجلال وتقدير، لان اللواء اللي مشرفني في هذه الفقره واحد ابطال حرب اكتوبر مش بس بطل حرب اكتوبر، لا ده كان ليه دور كبير جدا هنسمعه دلوقتي ايام حرب الاستنزاف. والراجل ده قعد 9 شهور في الصحراء، انا مش عارف كان بياكل بيشرب ازاي، برضه هنسمع هذه القصه الشيقه منه. خلينا نرحب بسياده اللواء عبد الوهاب سيد عبد العال احد ابطال المخابرات الحربيه وفرق الاستطلاع ابان حرب اكتوبر. اهلا بيك سياده اللواء ومشرفنا، وكل عام وحضرتك بالف خير وصحه وسعاده. اهلا بيك يا فندم، ومصر كلها بخير والجيش العظيم بتاعنا بخير والعالم العربي كله بخير ان شاء الله. زي ما حضرتك شفت وعصرت نصر اكتوبر، اعتقد دلوقتي الحمد لله افتتاح او حفل تدشين عاصمه الاداريه الجديده بتشوف برضو يعني نجاح الدوله المصريه بشكل كبير بكافه مؤسساتها. قبل ما نخوض بقى في حرب اكتوبر، رؤيتك بقى للمشهد النهارده وانت بتشوف العاصمه الاداريه ان شاء الله بتدشن بشكل كبير. اولا انا بحيي برفع القبعه للرئيس السيسي اللي انا من 5 سنين وانا بدي محاضرات في القوات المسلحه بالكامل الحمد لله، وقابل الشباب بتاعنا في الكليات كلها والجيوش، بقول لهم الراجل ده رجل عظيم وربنا جابه لنا من السماء، خلصنا من حاجات كتير. اولها رجع لنا مع الجيش الكرامه بتاعتنا، دي اهم حاجه، اهم من اي حاجه. وبعدين هذا الرجل رجل عسكري ودماغه حاضره. نعم. مخابرات 5 سنين ولا 4 يعني كده، وفي الجيش قبل كده وسافر بره وكذا، وهو شاب الحمد لله ورجل منتهى الذكاء اللي في الدنيا ورجل عملي. نعم. يعني حتى احنا نشوف الحاجات اللي بنشوفها منه دلوقتي عمرها ما حصلت من 60 سنة. صحيح. عمرها ما شفناها. لما نبص نلاقي الراجل ده ما يعملش مثلا، ما يقولش ايه سيتم افتتاح مش عارف ايه وجايب نصب تذكاري وشويه حجر كده وبتاع وكوريك ولا اسمه ايه ده، وبيجي الافتتاح على طول ومش عارف ايه، وراح عامل يافطه في حته وتتساب سنين. لا 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 لا، اول خطه الخمسيه هنعمل وهنعمل وهنسوي. ابدا. نعم. نفتح التلفزيون زي النهارده كده تبص تلاقي صحيح مشروع الاسمرات مساكن قد كده وزي الفل وحاجات مش عارف، والناس التافهه بقى اللي يقول لك السجاده الحمراء والسجاده كلام بقى ده كل مستفيد. هو لا يعبأ بهذا. صحيح. راجل دماغه اللي يقول يقول، اللي يضرب يضرب، اللي عارف طريقه يعني وماشي عليه، هو طريقه ماشي عارف. صحيح. الشعب يعني واخد عهد على نفسه بالجيش لازم هيرفع مصر ان شاء الله. وانا قلتها كذا مره، قلت مصر دي هتبقى عظيمه يا ولاد. نعم. وكان ساعتها يعني كان في مراحل قلق، وكنت بقعد مع الناس واتكلم معاهم كنقل خبره وكده، كنت بقول لهم هتشوفوا بعد 3 4 سنين يا ولاد الراجل ده هيعمل ايه. الراجل ده عظيم، الراجل ده والجيش بتاعنا هيعمل ايه. فما شاء الله عمل حاجات والله ما اتعملت، بقول لحضرتك من 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 كام سنه. صحيح. ربنا يا رب يوفق الدوله المصريه. هرجع بقى مع حضرتك للذاكره، لان حابين نتكلم عن احد ابطال حرب اكتوبر اللي مشرفنا ومنورنا النهارده. وحضرتك يعني لما قرات كده عن تاريخ حضرتك حقيقي اسطوره، ان حضرتك تستعد لحرب اكتوبر وتقعد 9 شهور في الصحراء بتجمع معلومات وفرق الاستطلاع اللي هي زي ما بيقولوا كده رسمت الخطه ان حرب اكتوبر تنجح، جبت المعلومات وجهزت العده والعتاد بحيث ان كده لما نيجي نحارب نحارب على بينه. كلمني بقى العده اللي انتوا جهزتوها لحرب اكتوبر جهزتوها ازاي؟ ومشوار حضرتك خلال 9 شهور اللي قعدت فيهم في الصحراء، وازاي رجعت لنا بطل؟ ربنا طبعا يدي حضرتك الصحه الله يخليك وطولة العمر يا رب. الله يخليك. وانا طبعا حضرت 67 ما شاء الله. أنا اتخرجت قبل الحرب بسنة. نعم. ويعني الحمد لله كنت في الأسيمة برضه في سينا. نعم. وقدامه كنت ماسك نقطة قتال خارجية، دي أصعب حاجة في القوات بتاعتنا. نعم. واللواء العاشر بتاعنا واللي كان 32 وإحنا كده على الجبهة، اختارونا كنا 5 لسه متخرجين، اختاروني
لقائد نقطة القتال الخارجية. يعني نقطة القتال الخارجية يعني تبقى قدام القوات في محور اللي المفروض القوات تتقدم عليه، اليهودية أو الإسرائيلية أو أي قوات عدو جاية. فعلى تبتين كده مثلا نقعد نحارب الناس اللي هتيجي، ننكش معاها عشان نعطلها على ما القوات اللي ورا ايه تستعد. تمام. فاعملوا اختبارات صعقه ومش عارف ايه واللياقه وبتاع، لقوني ايه، يلا يلا يا عمر اطلع اتكل على الله. حاضر يا فندم. اوامر. نعم. وانا يعني برضو احنا جايين نحارب، لسه خارجين كليه حربيه وقاعدين وجايين عشان المهم مسكت النقطه دي والحمد لله. وانا قاعد لقيت الصبح 5 يونيو بقى ابتدت الحرب وبتاع، ولقيت دبابات 8 دبابات اسرائيليه جايه عليا. عندي بقى المدفعيات وعندي شويه حاجات كده، وهم 25 30 عسكري. ويلا يا اولاد دب دب اوب، راح ضاربين دبابه، راح فاتحين عملوا فتح يعني ايه التشكيل مفتوح كده. والواد الثاني بعده اضرب، راح ضرب دبابه ثانيه، والثالثه راحوا راجعين ورا جاريين. كل ده لسه في الصبح 5 يونيو بقى الساعه 10 11، على مدى يجي نضرب عليهم يروحوا راجعين ثاني. تمام. المهم يعني ما حجزناهم بينكشوا يعني. واحمد سعيد بقى عمال بقى في صوت العرب، يا عرب تم تدمير 150 طائره يا عدو الاسرائيلي. الله اكبر، امجاد يا عرب اكبر. كل ده على الراديو انا بسمع الكلام ده. ومعايا ظابط احتياطي احمد شكري، يا احمد ضربنا 150 طياره اهو. هو عندهم فاضل قد ايه؟ شويه. هو في حد تاني بيحارب غيرنا ولا لا؟ ده اخر حاجه بقى حضرتك كانت ظريفه جدا. جت على الساعه 5 كده ويقول ايه؟ يا عرب ده انا خلاص بقى، ده ضربنا بتاع 300 400 طياره. يا عرب نحن الان على ابواب تل ابيب. يا نهارك اسود، ده احنا ما اتحركناش من النقطه اللي في مؤتمر دي. هو بيشجع. قلت له يا احمد ايه الحق؟ بقول له يا احمد بهرج معاه، بقول له بس بقول له لا ما يكونش القوات بتاعتنا دخلت من حته تاني واحنا مش عارفين ناسيننا، لان السلك فعلا كان مقطوع بتاع التليفون بالوحده، تليفون اريكسون ده، فمش عارفين بقى. فقلت له ما كانوش دخلوا وبتاع، قال لي لا مش معقوله وبتاع. المهم جالي واد وعرفت ان ايه في اوامر انسحاب. فعملت حاجه كده، قفلت الثغره اللي انا اللي هي بين التبتين ب صناديق ذخيره، عشان وكان في تحت هو تي ان تي هتتفجر عشان تعمل حفره مخططه من قبل كده عشان تمنع العدو اللي جاي يعدي ما بين التبتين دول. ايوه تمام. فقلت بقى ايه، رحت حاطط بقى لامم الذخيره. لما قالوا لي فعلا اتاكدت من الولد ده اللي جاي ان لازم اقابلهم في الحسن انسحب، فروحت لامم كتل الترباس والمش عارف الحاجات المهمه ورحت دافنها. بوصل المدافع، ما مش هاخد مدافع، انا هاخد عساكر ولا بتاع ولا اخد مدافع؟ لا صحيح. لازم القوه معايا. هو جايب عربيتين يا دوبك على قد 30 عسكري. وكل واحد بسلاحه وبتاع. لازم تتخلى عن حاجه عشان تعرف تروح. لازم. دول هعمل هجر حتى لو جر ده كذا مدفع واربجهات وبتاع مش عارف. فالمهم بوصل المدافع اللي هناك وحطيتها في الحاجات المؤثره تستخدموها لو عاد. ردمت عليها وموهتها كده. والصناديق الذخيره بقى بعد، قلت لهم يا اولاد كل واحد ياخد خزن على قد ما يقدر وسلاحه يلا بينا علشان نعدي. وقسمت الناس على عربيتين. طب والذخيره؟ ده في صناديق ذخيره موجوده 67 وذخيره المدافع اللي احنا ضربنا بيها ولسه اربع شهادات حاجات كده. يلا يا اولاد، رحت نمره واحد معاهم، شيل يا ابني معايا. وحطينا الايه؟ الصناديق الذخيره دي قفلنا بيها التبتين دول. بقت عامله زي السد العالي كده، تك 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 فوق بعض. ليه؟ عشان لما نضرب الانفجر التفجير اللي عاملينه عشان الطريق هيفجر بقيه الذخيره دي اللي فوق، يخلي يبقوا يقابلوني بقى يحصلونا ولا يحصلوا الجيش المصري. الله. عشان انسحب. حضرتك صاحب الفكره دي. ما قدامي اعمل ايه؟ لازم كده، ما عشان احمي نفسي واحمي قواتي وصلتي واحمي الجيش اللي اتحرك في نفس الوقت، لانه متحركوا من بدري. انا ما اعرفش. وفي نفس الوقت استفاد من الذخيره بدل ما تترمي كده من غير ما تستخدم. هم ما ياخدوهاش. صحيح. انا مش هستفاد من ده، انا افجرها. صحيح. بس هم ما يستفادوش بيها. تمام. واعمل بيها حفره اعطلهم بيها والكلام ده. ورجعنا حسنا ما لقيتش حد، كانت القوات جات لها تعليمات من امبارح. ده وصلت الساعه 5 الصبح ثاني يوم بالعربيتين، ما لقيش بقى اللواء ولا كاف 32 كله. كان جات له اوامر انسحاب قبل ما يظهر اول ضوء. علشان ايه؟ انت عارف بالليل ما يبقى صعب انهم يضربوا قوات تتحرك في الظلمه لحد ما تعدي. فدي بتحمي اولا
المدفعيات والحاجات المتحركه والدبابات وبتاع بتتحمي لان ماشيه بالليل على انوار صغيره، وبعدين الافراد نفسهم كلهم طبعا هيتحموا لان ماشيين بالراحه كده بتاع وبسرعه، يعني بالراحه وبسرعه بحذر. طبعا مشوا بدري. انا لما رحت لقيت مفيش حد في الحسنه اللي بيقولوا عليها، قلت يلا بقى خدت، عرفت بقى اذا كان صبح. قسمنا نفسنا برضه بنفس العربيات، وقلنا ايه يا احمد شوكي انت مع عربيه وانا عربيه على مهلنا، ونبعد عن بعض عشان لو جه طيران الصبح يصطادونا بقى، ما الطيران بقى فاضيه. صحيح. ضربوا المطارات كلها امبارح ب 5 يونيو و 85% من الطيران والمطارات كله دشمل خالص، مفيش حاجه. لدرجه ان وزير الحربيه كان اسمها مش وزير الدفاع حب ينزل هو وقائد القوات الجويه، كانوا راحوا طلعوا الصبح امبارح او ال5 يونيو عشان يستطلعوا المطارات والبتاع، ما عرفش ينزل. كل ما ينزل لقى مطار مضروب، كل ما ينزل لقى كده. نزل في مطار القاهره الدولي. والمطار الوحيد اللي ما ضربوهوش اليهود بعد ما دمروا كل المطارات مطار العريش. ليه؟ عشان قريب من 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 اسرائيل، وما بين سينا وهنا، ما بين سينا وبين اسرائيل يقدروا يستفادوا منه، ينزلوا قوات قيادات تنزل فيه. فده المطار الوحيد اللي ما اتضربش، وكله كان الدشمل والحمد لله. بس الحمد لله رجعنا. ولما رجعت في ابو سلطان، نعم، رجعت الكتيبه بتاعتي وبتاع، وجيت الراجل قائد الكتيبه بعت لي بعد ما قعدت انتظمت وبتاع وكده، وابتديت ادرب الناس وقاعدين والاستطلاع برضو عند بحيرات المره. لقيت قائد الكتيبه بعد 7-8 شهور بعت لي يا عبد الوهاب يا فندم هات حاجتك وتعالى. خير يا فندم؟ هات حاجتك وتعالى. حاضر يا فندم، اوامر. تمام. لازم بقى لسه نفذ الامر. خدت الشنطه وفيها الافرولين والغيار والحلاقه وبتاع، ورحت بيهم وبتاع، سلمت على الولاد تقول رجعت بيهم سلام الحمد لله كلهم ما عدا واحد ايده طوار. ورحت رايح على كان في هناك في عند ابو سلطان فوق محطه الكهرباء اللي كانت اللي موجوده دلوقتي هناك، كانت دي قياده الكتيبه زمان ما شاء الله. فطلعت بالليل بقى وصلت له، قال لي عبد الوهاب انت خد بالك يا ابني انت هتروح المخابرات. قلت له المخابرات ايه يا فندم؟ انا عملت ايه؟ الله سيادتك يعني اخرة ده؟ طب اسال سيادتك كاف 32، اسال اللي هو 10 اللي هو العاشر، واسال سيادتك الناس كلها، حد ضرب 3 دبابات زيي؟ حد يا فندم رجع بالناس بتاعته يعني كده سلام زي يا فندم دي اخرتها؟ عمر يا فندم انا ما يهمنيش حاجه، انا صعيدي ما يهمنيش حاجه، وهروح اقول كل حاجه المخابرات ما رايح اتحاكم بقى. ده في فكره انا رحت تتحاكم مش رايح سلاح المخابرات. قلت له انا رايح اقول كل حاجه بقى. يلا الكرسي في الكلوب واديها، انا مش حاجه اقول اللي سابوني ومشوا واللي مش عارف قالوا ليش واللي اتاخروا. رحت قايل الكلام ده كله. فالراجل قال لي تعالى بس انت صعيدي اقعد بس اقعد. قعدت. قال لي يا ابني انت رايح تشتغل مع المخابرات. رديت لك بقى الروح بقى ساعتها اشرب الحاجه الساعه رحت الشارع ده في غدا بقى مش عارف بقى دلوقتي. قال لي خد بقى الجواب ده، هتنزل العربيه هتوديك دلوقتي على طريق المعادله، اركب اي اتوبيس بقى نازل على القللي ولا اخر خط بتاعهم تمام، وانزل وروح بقى بكره تروح على اداره المخابرات تقول فين. فقال لي اسال بقى مع عبد الله ما تضيعش وقت. لسه لازم ما اعرفش حاجه الا مخابرات ولا نيله ولا اي حاجه ولا بتاع، ما اعرفش اي حاجه ولا ده فين ولا قيادات فين. صحيح. ده انا جاي يا دوبك طلعت على الاسيمه حاربنا ورجعت اهو، ورجعت على ابو سلطان واديني قاعده. قال لي اطلع بس اسال زمايلك وبتاع. حاضر. خدت الجواب وبتاع وكده ورحت سالم ورحت ماشي. العربيه وصلت لحد طريق المعاهده ورحت راجع جري، وانا وقفت كده بقى ايه الساعه 9 بالليل ولا حاجه مستني الاتوبيسات اللي اي اتوبيس لا شعبطت اتوبيس وقف لي والله اتوبيس جاي من فيه شباين ولا ايه يعني. رحت راكب ونزلت، نزلت بالقول اللي خدت تاكسي وروحت. رحت البيت ورحت هوب كاو افرول مش عارف ايه، وسالت اصحابي ايه اللي فين المخابرات دي فين المخابرات دي فين وبتاع، قالوا لي وبتاع. قلت كويس يلا. قلت له رايح بكره اقابل واحد هناك، انا ما اعرفش حاجه حد خالص فيها غير واحد بس يمكن سامعني دلوقتي اسمه اللواء ربنا يديله الصحه فؤاد هويدي، كان رئيس فرع المعلومات، ده ابن عمه الله يرحمه كان دفعتي. نعم. فكان بيشوفنا واحنا طلبه وبتاع بنذاكر، وهو كان قديم طبعا فكان بيجي لنا يعني. المهم رحت على اداره المخابرات وكويت بتاع الافرول شيك ومعايا رجع ورايح بقى كده، ورحت رايح على ايه؟ على الاداره. والواد دخلني قلت له عايز اللي هو فؤادي العميد فؤادي ويدي. قال لا اتفضل كلمه. قال له تعالى. رحت له قال لي بص لي كده وبص لي الجواب كده وبقى يبص لي كده. هو عرفنا بقى بس اول ما شافني وانا داخل عيب الافرول قال لي انتوا بقى لاجين ترجعوا سينا ولا ايه يا عبد الوهاب بتاع بيضحك. هو راجل ظريف جدا ربنا يديله الصحه.
فقلت له معرفش يا فندم انا نفذ اوامر انا ادوني جواب ده معرفش فيه ايه. قالوا له وديه روح اداره المخابرات معرفش حد غير سيادتك. مسكوا كده بص فتحوا بص لي كده يبص في جواب يبص كده يبص في جواب. قلت له في ايه يا فندم؟ ما تعرفش اللي في الجواب ايه؟ معرفش فيه ايه. قالوا روح ودي الجواب ده في المخابرات. اتخضيت ليه؟ لقيته بيبص لي كده ويبص في الجواب. قلت له في ايه يا فندم؟ قال لي وانت منهم؟ قلت له يا دي النهار الاسود هناك يقول لي مخابرات وسادتك هنا تقول لي انت منهم؟ يا فندم انا عايز ارجع وحدتي، عساكر عايزيني واسال بيحبوني جدا وابو سلطان كلها عارفيني، انا راجع يا فندم بقى. قال له بس قال لي اصل القوات المسلحه بعته تعليمات عايزين الناس اللي عملت اعمال كويسه وقلبهم ميت وعندهم فدائيه هناخدهم في المخابرات هنعمل لهم اختبار وناخد منه مجموعه تشتغل جوه اسرائيل. تمام. تجسس مش عارف ايه بتاع جسد. فانت اكيد تقريرك قلت له لا ما اعرف تقرير ايه بس انا عملت حاجات كويسه يمكن الله اعلم. قال لي لا ماشي. تمام. بس فجاب العربيه بتاعه وكده وراح موصل عليها ورحت رايح على ايه؟ على الوحده بتاعتي بقى. دخلت بقى الكتيبه دي لقيت حلقات اشتباك وبتاع ومظلط وجمال يا نهار اسود ايه ده؟ طب ما تورينا الصور بقى يا استاذ. لا لا دي لما اشتغلت بقى. نعم الصور يا لسه لما اشتغلت يعني انا بس دي لسه ما اشتغلتش لسه رايح لسه رايح الكتيبه كده. دخلت نعم وقدمت نفسي. تمام. وابتديت بقى اتدرب. دربوني على خدت فرقه جمال هجانه عشان جوه تخش في سينا تشتغل بقى بدو ولا كانت تروح ايه هتشتغل طالما حرب يعني استنزاف لسه مش حرب يعني ما ابتدتش اكتوبر لسه صحيح. بس كل ده تجهيز لاكتوبر. لازم نجيب معلومات عن صحيح عن العدو اللي انا هحاربه الطيران يضرب والمدفعيه تضرب فين وده يضرب فين صحيح. لازم نجيب معلومات حدد اتجاهي عشان اعرف انا ايوه بقى. فاحنا بقى عشان احنا بقى خلوا خطوط كده بتاعوا كنا مجموعه واحنا من احنا اللي بنخش نشتغل فاختاروني لان كنا عايزين مجموعه فقالوا لا ما نقدرش ناخد مجموعه نوديها الحته دي المكان بتاع يوم موسى لان يعني موسى كانت بتضرب الزيتيه المدفعيات طلعوا حاجات عماله تهري بتاع البترول دي تنكات البترول الكبيره دي كل يومين ثلاثه تنزل ده نتفجر. قالوا لا عايزين حد يروح يجيب لنا معلومات عن الكلام ده ده الوزاره يعني او هيئه عمليات. تمام. فاتصلوا بالكتيبه عايزين كذا بتاع اتصلنا هم اتصلوا بالبدو اللي هم على اتصال بينا والناس اللي بتخدم معانا بتاع صحيح. قالوا لا ما نقدرش نودي مجموعه يعني ثلاثه اربعه. قالوا لا مكان خطير جدا وحساس وما نقدرش نودي فيه اكتر من واحد. يا لوحده واحده وانت كنت سعيد الحظ ساعتها يا فندم وكان ساعتها انا سعيد الحظ فكنا خمسه فجم قعدوا يسالونا نائب مدير جير الكتيبه بتاعه قعد يسالنا وبتاع كنت انا الحمد لله جاهز بعرف عبري كويس بعرف مورس بتصل بالمورس كنت بدرب نفسي ان انا اتصل بالشفره ومعلوماتي كويسه واخد بقى كل الفرق اللي حضرتك تتخيلها ومعلمي قناصه وبتاع وكاراتيه وصعق مظلط وجنب مصر وقائد قفز وتطبيق مظلط كل حاجه واخد حتى الجمال واخد معلمي هجانه ما شاء الله بس يعني انا واثق من نفسي كويس وعايز اشتغل دي بلدي يعني اليهود جوه واخدين بلدي نسيبها صحيح فلما قال قلت له انا جاهز يا فندم وشاف ورقنا كده قال خلاص عبد الوهاب يلا اتكل على الله انا فرحت كانك مثلا واحد رشحك مثلا صحيح بعثه مش رايح تشوف البعثه اللي عطتك وشفته بعثه وورى حضرتك الصور بتاعت البعثه ايه اللي انا اللي انا رحتها والحمد لله يعني سحبوني قالوا سيب زمايلك وسيب اخواتك وسيب اهلك وكل حاجه سيب دقنك وبتاع واشتري بقى جلابيه وجاكيته وبتاع ولبس بقى بدوي وعمه بتاع عقال انا موجود حضرتك في الصوره يعني ادي مثلا صوره اهي دي 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 فيها انا في النص موجود تمام مش عارف مش متكبره جايه يا فندم جايه يا فندم جاي انا موجود في النص العيال والتانيين دول الناس اللي هم معايا البدو اللي انا كنت في حضنهم صحيح. في الجبل فوق واشتريت العقال والجلابيه والكلام ده بتاع ان شاء الله ورحت رايح ووصلت عندهم هناك طبعا بمركب شراعي مش عارف ايه وكان اسمي سلمان حزب الله سالم سلمان حزب الله غير عبد الوهاب المخابرات ضربها لي طبعا حاجه بقى وبالعمه وبتاع وكده وصياد ومقابلت مش عارف ايه رحت جاي واحد قال له ده هيوديك جوه
يوصلك ايه الحاج محمد فوق جو، بس انت ايه هو يوصلك بس هناك ويسيبك ويروح يجيب الحاج اللي هيتولاك هناك ويوديك المكان والبقى. ماشي. جينا بقى بعد طبعا التدريب ده قعدنا بتاع تقريبا نقول 3 أسابيع شهر بتروح الميدان معايا قنابل يدويه اتقن ضربها واتاكد من يعني الطبنجه فيها كاتم صوت. نطلع كده في العربيه مقفوله ونطلع على الميدان رمايه في هاكستيب، طبعا كنت لابس مدني مش لابس اللبس ده، لابس قميص بنطلون عادي او حاجه، واطلع وحط لنا مثلا عارف علب قهوه بتاع زمان دي والكده الكنزات دي العصير ده فاضيه نحطها كده ونقعد نضرب عليها على مسافه مترين ثلاثه يعني ايه بنقعد ايه نتقن واتعود على على الطبنجه اللي هتبقى معايا. ايوه وخصوصا فيها كاتم صوت بيتربط كده مصورة قدام فاتقن هذا الكلام. دربت على ده وده 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 خد بالك، وبعدين ايه لما بقيت جاهز قالوا لي ايه خلاص يلا اتكل على الله تعالى. رحنا القمر نزل بنعدي في الوقت اللي ما فيهوش قمر خالص. طيب هستاذنك نقف عند القمر ونطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك سياده اللواء. فاصل مشاهدينا ومكملين مع حضراتكم بعد الفاصل مع سياده اللواء عبد الوهاب احد ابطال حرب اكتوبر والاستنزاف. انتظروا. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مع البطل الكبير والمحترم سياده اللواء عبد الوهاب سيد احد ابطال المخابرات الحربيه فرقه الاستطلاع عبان حرب اكتوبر، ونكمل مع حضرتك بقى القصه. حضرتك وصلت يا فندم دلوقتي المكان الخاص بيك ومع ضوء القمر، بقى قول لي انا عملت ايه يا فندم؟ انا وصلت المكان اللي هعدي منه. تمام. وعديت طبعا من الخليج، ما عديتش من خط بارليف لان خط بارليف قريب قوي وهم وراه على طول ما يبقاش ومخفي كده. انا رحت من الخليج مركب صياد وكده واسمي سلمان حسب الله سالم ومعايا واحد هيوصلني، قالوا لي ده هيوصلك لحد الناحيه الثانيه وبعد كده هيسيبك ويروح يجيب لك الشيخ اللي هيتولاك هناك. يعني ده مجرد جاي توصيله من هنا من الشرق من غرب القناه لشرق القناه. تمام. جالي فعلا وعدينا خدنا ساعتين في الضلمه خالص بالمركب، كان معايا 4 صيادين انا صياد ومعايا بطاقه كده مضروبه اسم انا صياد وقبلت الكذا ومش عارف ايه واسمي. المهم عديت وابتدينا نمشي في الجبل ولبسنا خف عشان ما يبانش اثر. نعم. ووداني كده حته مغاره كده وسابني فيها حته مغاره كده يعني ما دخلتهاش بقى، طلع بعد كده انها جحر اسمه جحر الضبعه. ده فيه بقى بلاوي جوه ميتها جثث وبتاع جمال ومش عارف ايه بتاع، بس الواد سابني ومشي ما يعرفش فيها ايه. وانا ما دخلتش انا قاعد بره، راح يجيب الحاج محمد اللي هو اللي يشتغل بقى. المهم بقى تاني بتاع دي فيها جمال مذبوحه فيها خروف دماغ معدته طالعه يعني حاجات بقى مقرفه وريحه ضربه وانا مش شايف حاجه انا بالليل. صحيح. المهم بتاع شويه كده وجاي الحاج محمد على الساعه، انا شفت الكلام ده امتى؟ الساعه 4 4 ونص لما ابتدى الضوء يظهر وانا قاعد لوحدي. بصيت كده ايه ده؟ جبل وثعلب مهروك كده ومهروك اذا بكون داس عليه البلدوزر. يا جدعان انا فين هنا؟ قلت بقى الله انا استحمل بقى وخلاص. لحد ما جه راح السلام عليكم الحاج محمد. انا الحاج محمد. اهلا الحاج محمد، ازيك يا سلمان يا ولدي؟ سلمان يا ولدي؟ ايه ده ايه سلمان دي؟ انا رحت ايه كان مداني نوته كده مدير بتاع المخابرات بتاع المكتب قال لي اقرا دي معاك دي نوته دي يعني فيها بطاقه شوفها انت هناك بس ده وانا معدي. فرحت فاتح كده لقيت مكتوب ايه؟ سلمان حسب الله سالم. اسمع ده قلت له ده انا ايوه يا حاج محمد انا سلمان كيفك؟ قلت له يا حاج محمد ايه الجيفه اللي جوه دي والحاجات الجثث دي؟ قال لي لا ولا دي لا يعني الضبعه بتروح تسرح بتروح تجيب فريستها ضبعه من هناك قاضي تيجي تجيب فريستها وتيجي تحطها هنية بتجيب اخوانها واخوالها. يا نهار اسود ايه ده؟ تعمل عزومه يا نهار ابيض ما عملتش الشحته اللي سيبوني فيها. قال لي الواد الشحته اللي دي هو بتعمل عزومه علينا علينا. قال لي خلاص معلش الواد جابك دماغه لاسعة شويه يعني او يعني مش قوي يعني بس المهم يلا بينا. ورحنا ماشيين رحت المغاره اللي انا بشتغل فيها وبعمل فيها اقمت فيها تقريبا 9 شهور. نعم. واللي هي يمكن باينه هنا في الصوره دي. يا ريت احنا حابين نشوف الصور يا فندم من بطاقات حضرتك دي. دي المغاره اللي حضرتك اشتغلت فيها. دي المغاره وانا قاعد هنا بكتب الاشارات. الكاميرا دي بتاع تمام. خد بالك.
الكاميرا مع الصوت. آه نعم. بقى بعمل فيها نعم إشارات، وزي ما انت شايف عمقها قد ايه. صحيح. بالك وانا قاعد هنا وحاطط حاجه زي بلانشيتا كده بتاع حته كرتونه كده او حاجه بتاع، برسم بكتب فيها الحاجات والاشارات بشفرها عشان اطلع فوق الجبل وابعتها. تمام. ودي المغاره دي اللي انا عشت فيها، قعدت فيها فتره 9 شهور. 9 شهور بدي اطلع اشتغل من هناك. من هناك انزل بجمل. اروح اصور واجي، اصور وتيجي واجي وابعت الاشارات. وبرضو هنا في صوره تانية دي اللي انا بعمل فيها الاكل بتاعي. ايه بقى الاكل يا فندم؟ طبيعه الاكل كنت بتاكله ايه بقى؟ طبيعه الاكل المنيو، عايز المنيو. المنيو بتاع كان بيعزمكم الضباع معاهم ولا العيله؟ لا مفيش، الحمد لله. دي حته تانية فوق غير دي. طبعا هنا المنيو كان واحد بس، صنف واحد. صنف واحد بس. كان جالي الحاج محمد تاني يوم بعد ما طلعت المغاره، وجاب لي بقى ولد صغير اسمه سليم، وجايب نص شكاره دقيق، وفيها وقارب خشب كده اهو باين هنا. القارب اللي انا اهو ده بعجن فيه، وبجيب ملح من الصخر عامل زي سكر نبات كده بتاع في الجبل، وبطحنه بحطه على الدقيق ده مع شويه الميه، واقلب واروح حاطه راكنه كده. وبعدين بنعمل بقى ايه على الارض نفسها، الرمل بنوسع حته رمل، بعدين بنجيب كدية حشيش ناشفه كده ومحطوطه على الرمل ده، وبعدين بنولع فيها نار بتدق، بيبقى زي الحطب كده فحم زي الفحم. تمام. بعد ما يدق جامد النار بنروح فاتح موسعين وحاطين العجينه اللي احنا نبططها كده زي الفطيره، وتتحط على الرمل. الرمل بقى سخن، فبيبقى سخن من تحت والحطب ده من فوق. بيعمل ايه؟ بيشوي من فوق، زي من تحت وفوق. 10 دقائق ربع ساعة بخبط عليها كده بانها تمام. بروح واخدها مع شوية مية، دي القربة اهي، باخد شوية مية معايا ودي بتستوي طبعا، منضفها معايا قرن غزال، بروح منضفها كده من ناحية من ناحية دي، وبتبقى مدورة كده. طبعا دي فيها نسبة شوائب لا تقل عن 10-15%. تمام. بس دي نسبة مسموح بها الناس خلف الخطوط والصعقة والبتاع، ان احنا ايه بنستحمل الـ يعني دي اكلك في اليوم كله يا فندم، حتة العجينة دي؟ لا ده دي قرصة تبقى كده. دي قرصة كده تكفيني اسبوع. باخد منها حتة كسرة كده، دي في الطلعة مشوار مع شوية مية ومع الجمل، واروح والولد يسيبني عند حتة واقعد ايه اراقب العدو من هناك، وارسم واصور وارجع تاني لمكاني. زي كده ده طول 9 شهور. وانت بتصور رايح في الجبل ولابس شوال خيش كده عشان لو طيران ماشي يشوف شكل الجبل زي الصخرة، وبشوف الموقع وارسم واجيب المعلومات دي كلها، وحتى النضارة اللي انا بشتغل بيها حاطط فيها خيش عشان ما تلمعش لو في طيارة استطلاع ماشية ما تلمعش. واقعد بقى كده من الصبح، من المغرب لما بروح، من المغرب من الساعة 5-6 على راس الموقع لحد تاني يوم زي دلوقتي الساعة 5 برضه، قاعد عمال اشوفهم هم بيلعبوا رياضة، هم بيتدربوا، وهم بتدريب أسلحة، تدريب مش عارف ايه، كل حاجة بيشتغلوا. انا بسجل، بتنقل المعلومات كلها، بنقل المعلومات بتاعت المعسكر ده. تمام. لان واروح كل 3-4 ايام تاني. ليه؟ عشان يمكن في حاجه مفتهاش، حاجه كانت في الصيانه ورجعت. فاتاكد من جبت لهم الموقع ده وطلع ان هو عايز اتكلم ست اللي هو بعد اذن حضرتك. ازاي قدرت المعلومات دي انها تخطط التخطيط الجاد لحرب اكتوبر، بحيث ان احنا ادينا الضربه القاضيه وانتصرنا؟ يعني كل الناس دلوقتي اعتقد فاهم ان حرب اكتوبر هي قبل حرب اكتوبر طبعا المجيده دي كان في تجهيزات، منها زي اللي حضرتك حكيته طوال هذه الحلقه، والاستعدادات، وقد ايه رجال وابطال امثال حضرتك تعبت انها توفر المعلومات والقاعده والبنيه الاساسيه، عشان بعد كده لما اجي اضرب الضربه بتاعتي عارف انا بضرب فين وعارف انا بستهدف ايه. عشان كده الحمد لله كان النصر حليفنا. ازاي قدرت بقى تكمل معلوماتي والمجهودات والفرق الجميله اللي هي قدرت يعني تجمع هذه المعلومات، وكان سبب رئيسي بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى في نجاح حرب اكتوبر؟ هو عندنا مخابرات في جهاز اسمه المعلومات. تمام. المعلومات ده بيجمع كل المعلومات اللي في العالم. مش معلومات المخابرات، يعني معاملات من الاستطلاع. نعم. من الملحقين الحربيين بره،
من اي قصاصات اعلام، من اي حاجه، بنجمع بتجمع بتجمع، وهي بتفرز بقى ايه وتكون بناء على المعلومات دي كل حاجه في مكانها. صحيح. فبناخد قدامك خريطه كامله للمواقع. يعني مره في لقاء كده في التلفزيون، واحده بتقول لي فندم ازاي فندم احنا يعني في بطولات اهي وفي حاجات كويسه، امال ايه حكايه الضربه الجويه بتاعته؟ لا ما تتكلمش عن الضربه الجويه، الضربه الجويه دي في كل جيوش العالم، ما فيش حرب الا بيبقى فيها ضربه جويه. الضربه الجويه دي بتروح مش طيران بيتمشى كده ويضرب، لا حاجه يضربها يلا يا جدعان نرجع، طب انت روح هنا وانا هنا، لا بناء على دراسه وعلى مواقع ومراكز قياده، كل واحد واخد المهمه بتاعته. صحيح. وفي وعارف رايح فين وعارف رايح فين وهيعمل ايه وقد ايه والوقت قد ايه وحالته ايه ويرجع مصور الكلام ده وراجع بيه. نعم. فعشان كده بنجمع الكلام ده كله. فقلت لها مش الجويه دي عملت يعني القوات الجويه جابت معلومات ازاي؟ الناس بتوع المخابرات والاستطلاع وخلف خطوط الجوه بتوع هم اللي جابوا، لان في ناس عملت زي كده وممكن احسن مني كتير، بس جابت معلومات، المعلومات دي رجعت للمخابرات والمعلومات واتجمعت، وبعد كده بقى ابتدت بقى خطه الحرب. المهندسين العسكريين عملوا الكباري بتاعتهم. نعم. عملوا انابيب الميه بتاعه النابالم دي وبتاع مش عارف ايه بتاع. وابتدت بقى المدفعيات تعدي، وبعد كده القوات الصاعقه دخلت عشان تحتل مراكز القياده والمشون الاداريه والدفاع، كل دول بيشتركوا مع بعض، لان هي اسمها معركه الاسلحه المشتركه، ما جاتش عدت كده هباء كده وخلاص، هباء لا 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 لا، في تركيز تجميع معلومات. وبعدين لما ساعه الصفر، ودي كانت يعني طبعا غريبه جدا بالنسبه للعالم كله. نعم. ان احنا الساعه 2، نعم، الساعه 2 تبقى في حرب، اللي هو لا يمكن حد يتخيل ان في حرب الساعه 2، لان الحرب بتبقى يا اما اول ضوء الصبح. نعم. بدري الفجر، يا اما اخر ضوء بالليل عشان العدو ما يبقاش شايفك وانت بتعدي، خصوصا في الهجوم. لا. نعم. ده احنا الساعه 2 الظهر. نعم. والشمس في عين اليهود. وكان يوم سبت. نعم. هو اجازتهم يوم قبور ده، يعني ما حرام اللي يمشي فيه وبتاع، بيقعدوا كده يريحوا فيه اجازاته ومش عارف ايه بتاع، وقاعدين يريحوا. نعم. كل الحاجات التمويه بقى اللي اتعمل، والناس اللي بيصطادوا سمك على الشط. نعم. الاجازات اللي اتفتحت، العمره حج يعني فتحوا لنا العمره، كانت ممنوعه فتحوها في رمضان، ورمضان ما حدش يقول ان في حرب في رمضان، ما حدش يتخيل. صحيح. يعني كل الهوام دي ساعدت على انجاح هذه الحرب الجميله. نعم. اللي بتتدرس في جميع المعاهد. صحيح. والكليات والاكاديميات العسكريه. دايما فخورين بحضراتكم، وربنا يا رب يحفظكم ويديكم الصحه والعافيه وطيب من عمركم، ودايما تفضلوا قدوه لينا في كل الحاجات الجميله لازم يتحلى بيها اي شباب المصريين. الحديث مع حضرتك شيق، ومحتاجين مزيد من الكلام ومحتاج مزيد من الوقت عشان نعرف بطولات حضرتك، ولكن للاسف وقت البرنامج خلص. انا بتعهد لحضرتك انك تنورنا في حلقه ثانيه. بشكر حضرتك جدا القائد البطل. في حاجه حابب تقولها سريعا يا فندم؟ انا عايز اقول لحضرتك بس ان الراجل اتكرمت الحمد لله لما رجعت. الحمد لله. الرئيس السادات اداني ماتش جاي من الطبقه الاولى. نعم. ورقاني ترقيه استثنائيه. نعم. برضو خدت كتير من الانواط. والحمد لله. وده تكريم من عند ربنا، ده في البيت عندي، بس قبل ما اشتري دولاب جديد ما شاء الله فحاطط دروع كتيره جدا. لا تستاهل يا فندم اكتر من بس كده. جبت دروع، جبت وعملت هذا الكلام معرض عندي في البيت للناس اللي يجوا يشوفوا. احنا لازم نزور بقى حضرتك في البيت ست الله، وربنا يعز حضرتك ربنا يخليك. والحمد لله انا لحد دلوقتي يعني الحمد لله حاسس ان بلد حضرتك قدرتك وكرمتك على المجهود اللي انت قمت بيه، عشان كده حضرتك حاسس الحمد لله بالفخر، وان اللي انت بذلته ده حب الوطن في المقام الاول، ده كان الدافع الاساسي بتاعك. انا بنقل الخبره بتاعتي دلوقتي، كلفت من القياده. نعم. انا طبعا مع خمسه من القاده الكبار. نعم. ان احنا ننقل خبرتنا الى القوات المسلحه بالكامل، الجيوش الميدانيه، الكليات العسكريه كلها، المناطق العسكريه. نعم. كل الكليات والمعاهد بحريه وجويه وحربيه. نعم. بننقل لهم للطلبه والشباب الجديد بتاعنا. نعم. اللي بيحاربوا النهارده اللي هو الجيش العظيم بتاعنا. نعم. ودول ابطال الغد كلهم. صحيح. بنديهم مثال ل احنا كنا بنعمل ايه واحنا صغيرين. نعم. وبنشجعهم في هذا الكلام، وفعلا. صحيح. انا شفت عيني على الناس دي كلها، لقيت فعلا الحمد لله جيش مصر قوي، وهيبقى قوي جدا مع الرئيس المحترم الرئيس السيسي اللي انا بعجل له كل احترام، مع انه بيني وبينه يعني لا يقل عن 20 دفعه. صحيح. لكن هو رجل محترم جدا. صحيح. ومن اكفأ الناس، وربنا يوفقه. مصر يا عصام باشا بعد بالظبط اقول لحضرتك سنتين. نعم.
اتفرج على مصر ان شاء الله باذن الله، تبقى غير اي الدول الثانيه ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى اسم ولادها المخلصين، وان شاء الله يعني يخلصوا الشعب بس ما يسمعش الاشاعات ويستنوا ويصبروا عليه شويه، اشوف العاصمه الجديده اللي بتتعمل وشوفوا صحيح. وهم دول ابطال اكتوبر اللي احنا لازم يعني نقتدي بيهم ونحتفل بيهم. دايما بنقول ان الدراما والسينما ظلموا حرب اكتوبر، لا ده احنا عندنا قصص نطلع منها بملايين الاعمال الدراميه اللي بتؤكد عظمه الجيش المصري، عظمه ابناء هذا الشعب زي سياده اللواء عبد الوهاب، البطوله اللي حكاها لنا خلال هذه الحلقه وقد ايه التعب وعمل ايه عشان خاطر يضمن ان شاء الله نجاح حرب اكتوبر، وقد حصل الحمد لله رب العالمين. بحيي حضرتك جدا سياده اللواء، واتمنى لحضرتك دايما يا رب ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله تكون قدوه جميله في حياتنا نقدر نستند بيها كده ان شاء الله لمستقبل مشرق باذن الرحمن بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل حضراتكم. شكرا ليك سياده اللواء عبد الوهاب سيد عبد العال، احد ابطال حرب اكتوبر واحد ابطال المخابرات الحربيه وفرق الاستطلاع، نورتني يا فندم. تحيات لحضرتك، كل عام وحضرتك بالف خير وصحه وسعاده. والجيش المصري كله والشعب المصري العظيم الذي لا يفترق عن الجيش، نعم. وهما الاثنين كتله واحده، نعم. كل سنه ومصر كلها بخير يا رب، كل سنه ومصر كلها بخير، وتحيا مصر مليون مره يا رب العالمين. بشكر حضراتكم مشاهدي الكرام على حسن المتابعه، غدا اللقاء يتجدد مع كل عمل من برنامجكم ساعه صبحيه، اما نلقاكم الاحد القادم تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودلوقتي هنروح نشوف ونكمل مع حضراتكم الاحتفال بعد هذا الفاصل، هنرجع ان شاء الله او بعد الحلقه هنشوف دلوقتي الاحتفالات الخاصه بتدشين عاصمه الاداريه الجديده. السلام عليكم.